أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الله سبحانه وتعالى حينما أراد خلق الإنسان قدر له ان يكون مختارا، وهذا الاختيار له مقدمات من تلك المقدمات ان يكون طريق الخير وطريق الشر امام الانسان مفتحه، لانه لو لم يكن هناك طريق للشر فلم يكن هناك معنى للاختيار، واذا لم يكن هناك طريق للخير ايضا لم يكن هناك معنى للاختيار ولا معنى لخلق الانسان مختارا ايضا فالاختيار يلازم ان يكون الانسان قادرا على فعل الخير او الشر وان يكون طرق الخير وطرق الشر امامه مشرعه ولذا قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يعني بين لها طريق الخير وحذرها عن طريق الشر. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك حينما الله سبحانه وتعالى خلق الانسان، خلق للانسان عقلا وجعل لهذا العقل جنودا. وايضا خلق الجهل، وهذا الجهل متمثل في ابليس لعنه الله. وجعل لهذا الجهل جنودا فكل فضيله اخلاقيه تقابلها رذيله وتلك الفضيله تكون الحد الوسط بين الافراط والتفريط والرذائل انما هي تكون اما افراط واما تفريط فالشجاعه هي الحد الوسط ولكن التهور ليس شجاعه وانما افراط عدم الخوف بدون حكمه والجبن تفريط بمعنى الخوف في المكان الذي ينبغي ان لا يخاف، اما الشجاعه فهي ان يكون الانسان يخاف في مكان الخوف ولا يخاف في الموضع الذي يجب ان لا يخاف منه ولذلك نجد ان اشجع الشجعان اذا كانوا حكماء يراعون الموازين، لا يلقون بانفسهم الى التهلكة لان ذلك هو التهور. وكذلك لا يجبنون عن اتخاذ المواقف في المواضع التي ينبغي ان يتخذوا موقفا صارما او صحيحا. فبناء على ذلك الانسان ينبغي عليه بالعلم ابتداء ثم بالعمل ان يوجد في نفسه هذه الصفات والفضائل الاخلاقيه التي تعبر عنها الروايات بجنود العقل، وان يبعد عن نفسه الرذائل التي تعبر عنها الروايات بجنود الجهل او جنود ابليس. وهذا طريق شائك بسبب ان هناك نفس اماره بالسوء، وهناك هوى وهناك ابليس الشيطان واعوانه وذريته فهؤلاء كلهم يحاولون صرف الانسان عن طريق الخير وتزيين الشر امام الانسان وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل هذا تزيين الشيطان لا يكون سببا لسيطرة الشيطان على الإنسان إلا إذا ضعف الإنسان، وإلا الإنسان يتمكن من مقاومة الشيطان، من مقاومة الهوى، من مقاومة النفس الأمارة بالسوء، يتمكن ولكن إذا أراد، إذا قوى عزيمته وإرادته. وهذا بحاجة إلى تهذيب النفس وصقل النفس، وتهذيب النفس وصقل النفس في كثير من الاحيان يخالف الهوى الانسان اذا يريد ان يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة قد تكون ثقيلة على اكثر الناس اذا اراد الانسان ان يشتغل بالفضائل هذه الفضائل ليست سهلة في كثير من الاحيان صعبة ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب الليالي. الذي يريد ان يطلب اللؤلؤ عليه ان يغوص البحر بما في البحر من اخطار، ولكن اذا جلس في داره لا يتمكن ان يصل الى تلك الليالي، والذي يريد ان يطلب العلم يسهر الليالي بالمطالعه والتحقيق، لانه اذا اراد ان يقضي وقته بالنوم والبطاله ومشاهده اللغو فان هذا الانسان لا يصل الى ذلك العلم. وهكذا المعالي المختلفة بحاجة إلى جهد، وطبعاً النتيجة تكون بصالح الإنسان نفسه، الله سبحانه وتعالى حيث جعل الدنيا دار امتحان لم يجعل المعالي مع الراحة، لأنه لو كانت المعالي مع الراحة لبطل الامتحان، كل الناس كانوا يرتقون إلى تلك المعالي. لأنها تلائم الراحة وتلائم شهواتهم وإنما جعل طلب تلك المعالي في تضاد مع الهوى ومع الشهوات وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى حبى الإنسان بذلك النفس وبتلك الشهوات لمصلحة الإنسان ولكن بشرط أن يستفيد منها في إطارها الصحيح الله سبحانه وتعالى لم يعطي الإنسان هوى أو شهوة لغواً وانما اعطى للانسان الشهوه والهوى لكي يستفيد منها استفاده صحيحه في طلب المعالي بمعنى انه يروضها وهذا الترويض يسبب ان يستفيد إن الانسان منها استفاده صحيحه وبالاستفاده الصحيحه الانسان يتمكن من ان يجعل تلك الشهوات وذلك الهوى طريق للوصول الى المعالي بترويض تلك الشهوات وبترويض ذلك النفس ومقاومه المشتهيات الباطله هذه النفس تروض وتقوى والانسان يقترب الى الله سبحانه وتعالى والى الحق بترويض تلك الشهوات وذلك الهوى فبناء على ذلك كل انسان مؤمن لا يخلو من جنود العقل ولكن ينبغي عليه ان يعلم يحصل العلم ويروض نفسه لكي يستكمل تلك الجنود. لا يخلو مؤمن عن فضائل ولكن ينبغي عليه ان يزيد تلك الفضائل. والله سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق نفس الانسان بكيفيه قابله للترويض. والانسان اذا عود نفسه على شيء تعود على ذلك الشيء، فقد يكون الامر في بدايته صعبا ولكن اذا تعود عليه سهل ذلك الامر عليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا للالتزام بطاعاته وان لا نحصر تلك الطاعات في شهر رمضان فقط، بل نستفيد في سائر الشهور من النعم التي حباها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نصرفها في مرضاته سبحانه وتعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين